سلطانة، عيوني دائما كانوا عم بيدوروا عليكي. وأخيرا رجعتي لمكانك. للأسف الإنسان مو بإيده يختار المكان اللي بينتمي لإله. اللي بيصير هو القدر المكتوب. مولاتي أنا ما بفكر هيك. كل إنسان بيعيش القدر اللي هو بيختاره. واليوم بالنسبة إلي بمثابة ميلاد. بلشت الحياة والروح ترجع لي. وحاسس إني تخلصت من كل همومي. وعم تستناني حياة جديدة. بتظن بهالسهولة تتخلص من ماضيك؟ ما حدا عم بيقول إنه بهالسهولة مولاتي، بس أنا رح أعمل اللي بقدر عليه. الأخوة جيراي طيب؟ أنا بلشت شغل من عند شاهين جيراي. على الأغلب اليوم رح يقتلوه جوات الزنزانة، وأخو محمد كمان رح يجي وقته. الماضي رح ألغيه بكل شي فيه بما في جنابك. أنت شو عم تقول؟ شو هالوقاحة؟ أنت عم تهددني درويش؟ ما قصدي هالشي أبداً. إذا بقدر أعمل هالشي وأنجح فيه رح ألغي مشاعري تجاهك. مو هي هي كانت رغبتك من قبل؟ ما تحسسني إنك كنت مجبور تعمل هيك. أنت عملت هيك بس لمصلحتك يا درويش. رح تنتزع حبي من عقلك وتمحيه من قلبك. في عندك خيار تاني شي؟ ما في. وهذا اللي كنت بدي أقوله سلطانة. أنا تعبت من قلة الحيلة. هذا العبء ما عاد قدران أحمله. وهذا الطريق هو عزاء لنفسي مع قلوب تانية. بكرة رح يكون ولادي لبداية جديدة. بداية بدونك سلطانة. سلطانة، ما بتتخيل قديش سريت قلبي سماحك لإلي بالجاية على القصر. بس أنا ما سامحتك. جيتي لهون لتحضري العرس، وهذا الشيء أنا قبلت فيه كرمال قسم. كتبت لك عشرات المرات شو كنت متوقع مني أعمل كسلطانة أم. بلكي كانوا نجحوا بتنصيب الأمير على العرش. كان لازم اقبل بهيك مجازفة؟ انت ما بحق لك تاخدي اي قرار عني. ما حدا بحق له هالشي. على فرض في حدا بده يوصل اخي للعرش بغيابي، هذا مجرد احتمال. معقول تتحولي لقاتلة بسبب هالخوف؟ اخي هاد بيكون براءتي، يعني هو ضميري.
إذا خسرت هالبراءة يا أمي رح كون ظالم مثل أبي المرحوم. هذا اللي بدك يا؟ كون ظالم مثل أبي المرحوم؟ أكيد ما بدي إياك تصير مثله. سامحني، بجوز ارتكبت هالذنب من خوفي. سامحني يا أحمد، هالغلطة مستحيل تنعاد.